الآن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر. وقال الرئيس على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: أنتهز هذه الفرصة كي أقدم عظيم العرفان والتقدير لجميع أسر شهداء مصر الأبرار الذين جسدوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية ليسطروا بطولات تحطمت أمامها موجات الإرهاب والشر ولتنعم مصر بالأمن والاستقرار. وبمناسبة حلول عيد الفطر وجه الرئيس السيسي إلى تقديم هدايا عينية ومادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين بعدد من المحافظات في منازلهم وقاية من فيروس كورونا. جاء ذلك في إطار المشاركة الوجدانية من الرئيس في الاحتفال بهذه المناسبة، وقد عبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم للرئيس السيسي لحرصه الدائم على رعايتهم وتقديم الدعم الكامل لهم في جميع الأوقات، مؤكدين ان الدولة المصرية لن تنسى ابدا ابنائها الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وارواحهم فداء لهذا الوطن الغالي ودفاعا عن استقراره وسلامة اراضيه. في سياق اخر، اعلنت وزارة الصحة ارتفاع ضحايا فيروس كورونا بمصر الى 735 متوفى و16513 مصابا. واوضحت الوزارة ان عدد المتوفين ارتفع بعد تسجيل 28 حالة جديدة، فيما زاد عدد المصابين بعد تسجيل 727 حالة، مشيرة ان الحالات المتحولة نتائج تحاليلها من ايجابية الى سلبية ارتفع عددها الى 5192 شخصا، بينهم 4628 متعافيا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي. وفي الصين، اعلنت لجنة الصحة الوطنية عدم تسجيل اي وفيات جديدة بفيروس كورونا. هذا وتلقت اللجنة تقارير عن 3 اصابات جديدة بينها حالتان وافدتان من الخارج، واشارت ان الاصابات الاجمالية في البلاد وصلت الى نحو 82974 حالة، في حين يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة. في سياق مغاير، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيل الصالح ان بلاده تتعرض لمؤامرة تتجاوز الحدود هدفها هدم الدولة وانتهاك السيادة ونهب الثروات. يؤكد صالح ان الجيش الوطني الليبي يحارب الارهابيين الذين جاءوا من كل مكان، وان مجلس النواب لا زال يبذل كل جهد للوصول الى توافق يحفظ سيادة ليبيا وكرامة شعبها ويحقق اماله وطموحاته.